محافظة قنا أقام كيان الشباب الوطن للريادة والتنمية بقنا تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، أقام ندوة حول المخدرات وآثارها على الشباب والمجتمع ككل وكيفية مكافحتها. من هناك تفاصيل أوفى مع الزميل الدكتور مصطفى خليفة. قام كيان شباب الوطن للريادة والتنمية التابع لوزارة الشباب والرياضة بقنا ندوة تثقيفية عن مكافحة المخدرات والإدمان لدى الشباب، وذلك بحضور مجموعة من المتخصصين في هذا المجال بالإضافة إلى الشباب من مختلف الأعمار. هذا وتهدف الندوة إلى توعية الشباب بمخاطر الإدمان وآثاره السلبية على الأسرة والمجتمع ككل، هذا بالإضافة إلى الأضرار الصحية الناتجة عنه، كما أن الإدمان يساعد على ارتفاع معدل الجريمة والانحرافات الأخلاقية التي لا تتناسب مع القيم والتعاليم الدينية والأخلاقية. الندوة النهاردة يعني هي معمولة عن مكافحة الإدمان والخواطر والأزمات اللي بترتب عليه وتوعية الشباب. عايزين نعمل توعية للشباب نبعد عن هذه الأشياء، لأن دي مدمرة ليه ومدمرة لبلده، لأن الدولة البلد أو الدولة بتقوم على الشباب. فإحنا عايزين شباب يعني ما فيش مش مدمن ولا حاجة، شاب واعي صاحي واعي لكل اللي بيدور حواليه مني. فدي النهارده الندوه للدكتور هاشم، هو هيتكلم عن مخاطر الادمان. اتفقنا احنا مع الدكتور هاشم والدكتور احمد يجوا هنا عشان خاطر وعي الناس والحاجات دي، واستعدينا وحجزنا مثلا هنا في النزل صاله وصاله لوجود ان كل الناس موجوده هنا عشان تشوف وتسمع ايه اللي بيحصل من مخاطر الادمان. الشباب 60% من الشعب المصري، فلا بد من التوعيه ليه، ولا بد ان يعمل ندوات توعويه سواء تثقيفيه ليه، علشان نوعيه بايه؟ نوعيه بالادمان واضراره وسلبياته على المجتمع وعلى الشعب المصري كله، لان حضرتك زي ما انت عارف ان الشباب هو شباب التنميه والرياده، واذا ما كانش فيه شباب صحي امن لا هيبقى فيه تنميه ولا هيكون فيه رياده. طبعا حضرتك عارف ان معظم الشباب ماسكين قيادات على مستوى الدولة، فلابد أن يكون الشباب ده شباب واعي عارف حقوقه وعارف واجباته وعارف الأضرار اللي بتضره عن طريق اللي بيجيله من الإدمان. كما أكدت الندوة على الدور المؤسسي والمجتمعي في مكافحة الإدمان لدى الشباب، وذلك من خلال دور الجمعيات الأهلية ودورها في التوعية لكل أفراد الأسرة، بالإضافة إلى مراكز الشباب، وذلك من خلال تأدية دورها بممارسة الألعاب الرياضية المختلفة للقضاء على الفراغ الوقتي لدى الشباب. كيان الشباب بيقيم هذه الندوة للتوعية، وإن شاء الله هتكون في إيجابية من الشباب، لأنه بيشارك فيها كيان شباب وجمعيات أهلية ومعمولة في نزل الشباب، علشان نقدر نوصل لأكبر عدد من الشباب إن شاء الله. وفي كتير من الندوات هتقام على غرار هذه الندوة لتوعية الشباب في أكثر من مكان وفي أكثر من مجال. وطبعا وزارة الشباب والرياضة مشكورة عملان فتحت لنا أبوابها وكل مراكز الشباب على مستوى المحافظة لإقامة هذه الندوات، فجهد مشكور لكل القائمين على الندوة والقائمين على كيان شباب قنا مع وزارة الشباب بالمشاركة مع وزارة الشباب والرياضة في قنا. ودي إن شاء الله هتكون البداية، وإن شاء الله ربنا ييسر الأمور وييسر لينا إن احنا نقيم أكثر من ندوة في أماكن مختلفة للقضاء على هذه الظاهرة. الشباب عندنا يعني تقريبا نص المجتمع هو الشباب، فالشباب نسبة كبيرة، فهم الأساس المجتمع. لما النهاردة هم يشربوا مخدرات أو الإدمان المخدرات بأنواعه، ده هيأثر عليه في بناء المجتمع. إزاي؟ إن هو زي ما احنا قلنا ان هو نص المجتمع، فكده احنا مش هنبني مجتمع كويس من البداية، لان احنا زي ما قلنا ان هو اساس المجتمع، هيبقى مجتمع فيه تدهور بسبب ادمان الشباب. فالنهاردة جينا عشان نعمل مبادرة لتوعية الشباب والنتائج السلبية، النتائج السلبية اللي بتؤثر عليهم في حياتهم، وبتأثر مش بس على حياتهم، بتأثر على حياة المجتمع وعلى الدولة ككل، وبتأثر على تطوير المجتمع. تابعت لكم الندوة التثقيفية التي قامها كيان شباب الوطن للريادة والتنمية بقنا حول الإدمان وآثاره. مصطفى خليفة ومنتصر لطفي لقناة ديبا.